ويا لهوي يا نهار اسود يا نهار اسود يا لهوي يا لهوي يا نهار اسود ما طلعش عنده زهايمر يا لهوي. ما انت لو تريحيني وتقولي لي عمل ايه؟ فضحتي فضحتي يا لهوي يا لهوي يا فضحتي. انا مش عارف ايه اللي مزعلك مننا سعاده البيه. اذا كان عشوائي اللي انا قعدت فيه مع المرجيحه هدفع 2 جنيه ونخلص. اولا انت مش اسكندراني يا خالو عشان تقول جني عشان يعرف ان احنا مخربشين. مخربشين انت؟ شفت البسين فاكر نفسك في اسكندريه؟ وبعدين انت لما تتكلم اسكندراني مش هيخافوا منك، ده كده ممكن يحبوك. محاوله. انتوا بتخرسوا خالص خالص. بتقولي خد الاتنين دول هيفضلوا رهينه عندنا لغايه مع عمليه السرقه. ايه يا بتولي بتبصلي كده ليه؟ أنا اتنين هم أربعة أصلا بص. أنا اتنين هم أربعة. صح. الغباوة اشتغلت. الحلوة دي أم ده. والوحش ده كان ده. هتاخدهم الاتنين يبقوا رهينة عندنا لغاية مع عملية السرقة اللي هيقوم بيها الاتنين التانيين يا متولي اللي هم الاتنين اللي باقيين. مش كده؟ ايوه كده. لا اخص عليك يا شوكت. لا انا ابني ما يسرقش ابدا ولا يمد ايده على حاجه غيره. يا ترى مين اللي مد ايده؟ سيبيني ساكت يامه، سيبيني ساكت. يا عم ما تشوف لك اتنين غيرنا يعملوا اللي انت عاوزه. صدق عندك حق. يبقى انا اقتلكوا واخلص. يا عم شوكت انت مش محتاج تطلع مسدس ورجاله ورهاين، انت شوف انت عايز ايه واحنا نقوم نبوس ايدك ونعمله. ماشي. العملية اللي هتعملوها دي نقدر نقول عليها سطو مسلح، ونقدر برضو نقول عليها سرقة بالإكراه. اخص عليك يا شوكت. لا أنا ابني ما ياخدش حاجة غصب عن صاحبها أبدا. فتسكتي بقى ياما في إيه؟ قاعد تتكلمي في وسط الرجالة، ما خلاص بقى. حاضر. خد الولية دي من قصادي. حاضر ومعاها ده. ما أنا قاعد ساكت أهو يا سعادة البيه، وبعدين كنت عايز أسمع بقية الخطة. هسمعك الرعد في ودانك. خده ما متولي. بس بالراحة عليها. وكمان بتغير عليها. عم سرور. عم سرور النبي خلي بالك من أمي. في عينيا. بس محدش يبقى يقرب من البدرون لما أقول لكم. معلش يا أمي. يا دياب. عشان السرية. أشوف عايز إيه بقى نطلعك. هنقذك. دياب. هننقذك يا أمي. دياب. بالراحة يا عم. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.